ولتوضيح الأوفى ينضم إلينا سيد صهيب الجابر الصحفي من غازي عنتاب. أهلا بك سيد صهيب. إذن هي تهمة جاهزة عند قسد لكل من تريد ترهيبه أو إجباره على أمر ما بأنه كان عنصرا في داعش، كيف ذلك؟ كيف يتم ذلك على الأرض؟ بداية أحييكم السادة جمانة والسادة مشاهدي أورينت، والرحمة والقبول لشهداء المدنيين الذين ارتقوا بقصف نظام الأسد في إدلب وبالتفجيرات الإرهابية. بالنسبة للمحور موضوع الاعتقالات التعسفية التي تنفذها والتي تطال يعني عددا كبيرا من المدنيين في دير زور والرقة، هذا الأمر يعني مستمر منذ فترة طويلة. هذه الانتهاكات يعني مستمرة بحق المدنيين. آخر هذه الانتهاكات كانت ما وثقناه يوم أمس عند نشر صور تظهر تعذيب أحد أبناء بلدة الشعفة العائدين حديثا إلى البلدة بعد اعتقاله من قبل قسد في أحد الحواجز في بلدة الكشمة بتهمة الاشتباه. يعني قاب قوسين، التهمة هي الاشتباه بالانتماء لتنظيم داعش. يعني لا نعرف كيف يعني يتعاملون بهذه الاشتباه أساسا، وما هو شروط الاشتباه. ويعني حقيقة الكثير من هذه الممارسات باتت يعني ترهب المدنيين من العودة إلى مناطق نفوذ قسد. طبعا هؤلاء العناصر وأيضا بحسب شهادات شهود يعني من تواصلنا معهم يعني صراحة وصلت بهم الأمور إلى يعني التعدي على الذات الإلهية أمام الناس في هذه الحواجز تحديدا، وهو ما يدفع الكثير من الناس للامتعاض ويعني طبعا علو أصواتهم ضد هؤلاء العناصر. وهنا بالتحديد يعني يتم اعتقال المدنيين وتعذيبهم، ومن يعني يحالفه الحظ يخرج من معتقلات قسد التي يعني باتت الآن مسالخ بشرية. يعني يموت كل يفقد كل من يدخل إليها، ويولد يعني كما يقول مثل من يخرج منها. أيضا هذه التصرفات يعني دفعت المدنيين اليوم للخروج بمظاهرة في بلدة محميدة وبلدة الحصان في ريف دير زور الغربي احتجاجا على هذا التعنيف المستمر للمدنيين واحتجاجا على الأوضاع المعيشية. كنا قد وثقنا هذه المظاهرات التي خرج فيها أبناء المنطقة، بالإضافة أيضا إلى بلدات مويلح والحصين شمال دير زور التي خرجت يوم أمس بمظاهرات احتجاجا على هذه الممارسات، ويعني ممارسات أخرى كثيرة يعني تشابه ممارسات داعش أو نظام الأسد التي كانت يعني تجاه المدنيين او ضد المدنيين في المنطقه. حقيقه يعني هذا الواقع. طيب استاذ صهيب، يعني اذا كانت هذه التهمه جاهزه لاي مدني من قبل قسد، ولكننا كما ذكرنا في التقرير السابق نرى ان عناصر من داعش فعليين يتم اطلاق سراحهم او تهريبهم مقابل مبالغ ماليه ربما من سجون قسد، كيف هذه المفارقه؟ هذا صحيح. يعني هنا بالضبط يعني يتضح بان قسد او وحدات يبجه هي نسخه مطابقه لنظام الاسد ولداعش نفسه. يعني هذه الاطراف جميعها وايران طبعا وميليشياتها جميعهم متفقين وجميعهم متوافقين وجميعهم يعني هنالك اتفاقات بشكل رسمي بين هذه الاطراف، اما مقابل مبالغ ماليه او مقابل يعني بدون اي مقابل. يعني قسد اطلقت سراح أعداد كبيرة تجاوزت 1500 شخص من عناصر داعش خلال الأشهر الماضية من سجونها. بالنسبة لتنظيم داعش أيضا يعني وصلتنا معلومات تشير إلى يعني القهقرة، حالة التقهقر في تنظيم داعش في صفوفه. يعني هنالك أحد القياديين من تنظيم داعش بدأ بالدعوة للعصيان، عصيان عناصر داعش لأوامر البغدادي ونزعه من رئاسة هذا التنظيم الإرهابي، وأن يحول بدلا منه هو نفسه هذا القيادي، ويعتقد بأنه من أبناء عمومة أبي بكر البغدادي. وطبعا هذا بالنسبة لتنظيم داعش يظهر مدى الاختراق الأمني الكبير من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية للتنظيم، والتي تتلاعب بهذا التنظيم كما تتلاعب بباقي التنظيمات الإرهابية المتواجدة إن كان قسد أو نظام الأسد، الميليشيات الإيرانية وجميع هذه الأطراف المتواجدة في دير زور. ونتيجة طبعا لكل هذه المطامع وكل هذه التحركات المشبوهة من هذه الجهات، يقع المدنيين كما كنا نتحدث أستاذ الجمانة ضحية لكل هؤلاء الذين هم لهم يعني هدف وأجندة واضحة هي قتل السوريين. شكرا جزيلا لك أستاذ صهيب الجابر الصحفي، كنت معنا مباشرة من غازي عنتاب.